السلام عليكم طلاب، هاي المحاضرة الأولى من مادة الصناعية مرحلة خامسة كورس أول. عنوان الكورس لهاي المرحلة بالصناعية هو الدوزج فوم، الأشكال الدوائية المتوفرة للدواء بالصيدلية. أول شكل راح ناخذه اللي هو الأورال اللي هو الفموي. طبعا بالفموي أكو هواي، مثلا عندنا الحب، التابلت، عندنا الكبسول، عندنا مثلا حتى البخاخات هي تعتبر أورال دوزج فوم. أول شيء راح ناخذه بالأورال دوزج فوم هو التابلت. راح ناخذ تعريف التابلت، رول إن ثيرابي، دورة بالعلاج، ناخذ الأدفانتج مالته والديس أدفانتج مالته والفورموليشن طريقة التصنيع والصفات البروبرتيز المثالية اللي أنا أريدها بالتابلت اللي أصنعه. التابلت أول شيء نعرفه تعريف بصورة عامة هو among different routes of administration. The oral route is considered the most common way. Tablet is the most popular oral dosage form. يعني أشيع طريقة لإعطاء الدواء هو بالعطاء الفموي، وأكثر شيء شائع بالعطاء الفموي هو التابلت. The term tablet derived from the Latin word tabulata. طبعا كلمة تابلت مأخوذة من الكلمة اللاتينية اللي هي tabulata، واللي هي تعني small disc like، تعني شيء ما صغير وقرصي. بال 1843 حصلوا براءة اختراع على أول جهاز تمت يعني تصنيعه حتى يتم تصنيع الحب بشكل يدوي. After that the use of tablet as a dosage form increased gradually at some small scale level. يعني الحب بعد ذلك تم تصنيعه واستخدامه لكن بمستويات أقل. تابلت هسه نعرف التابلت. تابلت defined as solid preparation each containing single dose of one or more active ingredient. يعني التابلت مثل ما نعرفها وكلنا شايفيها بالصيدلية هي صلبة والتي تحتوي على جرعة واحدة من كل دواء. يعني ما نقدر نشوف مثلا الدواء إلى جرعتين بنفس الحباية، وأما بمادة فعالة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. usually obtained by compressing uniform volume of particle. يعني أنا من أجيب الشريط اللي هو بيه حبايات راح أشوف كل حباية بيها، أنا جبت حجم يعني كل الحجم متجانس من البارتيكل الحبيبات وضغطتهم فحصلت على التابلت. تابلت usually prepared with the aid of a suitable pharmaceutical excipient. التابلت اللي هي الحباية بالغالب إحنا صنعناها بمساعدة اكسيبيانت. تعريف الاكسيبيانت مهم. الاكسيبيانت يعني هي مواد مضافة. يعني من يجي الصيدلي يصنع الحباية بالمصنع راح يحتاج اكسيبيانت اللي هي المواد مضافة. طبعا هذه المواد المضافة ما بيها اي تأثير علاجي، هي شيء فارماسيوتيكال صيدلاني بس هو مو علاجي ابدا. It vary in size, shape, weight, hardness, thickness, disintegration and dissolution. مصطلح كل حباية يعني كل شريط، ممكن حباية كل شريط تختلف بالحجم، تختلف بالشكل، تختلف بالوزن، تختلف بالهاردنس بالقوة مالتها من أريد أكسرها، تختلف بالثكنس بالثخن مالتها، تختلف بالديس انتجريشن. الديس انتجريشن هي عملية تحول الحباية إلى حبيبات أصغر داخل الجسم. أما مصطلح الديسولوشن هو عملية تحول هذه الحبيبات الصغيرة إلى محلول في سوائل الجسم. هذا تعريف مهمة. depending on its intent use and manufacturing method. يعني أنا حسب هال يعني شلون أنا أريدها تتفتت بالجسم، شلون أريدها أسوي محلول، فأني أصنعها حتى تعطيني المفعول أو الطريقة بالتفتت اللي أنا أريدها. Most tablets are used in the oral administration. يعني أكثر الأدوية اللي موجودة بالصيدلية هي بيبلعوها بلع بالفم swallowed whole، أما أبلعها بشكل كامل or after being chewed يعني أو ممكن يعني المريض يمضخها ويبلعها. Some are dissolved before administration. طبعا اللي يمضخها مثل حب قرط مع المعدة ممكن بعضها
يعني أذوبها بمي بعدين أشربها مثل حب الفوار or retained in the mouth. أمر ممكن تبقى بالفم مثل حبة النيترو جليسرايد اللي أخليها تحت اللسان حتى تذوب لمريض القلب. tablets such as those administered sublingual vocally or vaginally. الحبوب الحب اللي مثل هذا يعني مثلا يعني أمثلة عليه ممكن أن تعطى sublingual تحت اللسان أو خلف الخد ببطانة الفم أو بشكل vaginally أو بشكل مهبلي. are prepared to have feature most applicable to their particle route of administration. يعني صيدلة بالمصنع من اللي صنع الحباية أول شيء لازم نعرف فيها شنو راح طريقة القامة شنو أريد أعطيها، لذلك راح يخلي لها صفات تناسب طريقة العطاء هذه. tablets are used mainly to induce systemic effect. الحب يستخدم بشكل عام أو بشكل غالب حتى تعطيني systemic effect. شنو معنى systemic effect؟ systemic effect معناها الحباية من أشربها راح توصل الدورة الدموية والدم راح يوصلها لكل أجهزة الجسم، يعني هو systemic effect يعني تأثير الجهاز اللي يوصل لجميع أجهزة الجسم. but sometimes for local drug action. بعض الأدوية ممكن تعطيني تأثير موضعي تأثير بنفس المكان in the mouth or GIT. ممكن هذا تأثير موضعي يكون بالفم ممكن يكون بالGIT أو ممكن مرات أريد مثلا GIT قرحة Crohn disease أو مثلا مرات يعني مثل حب القرط أريد أزود pH مال المعدة حتى يعني أخرى من الحامضية مال المعدة الغير مرغوبة بشكل مؤقت. for systemic use إذا أريد أستخدمها حتى أحصل تأثير جهازي the drug must be released from the tablet. طبعاً لازم أبلع الحباية حتى تقدر تدخل للدم للدورة الدموية لازم تتفتت الحباية ويطلع منها من داخلها الدواء. dissolved in the fluid of the mouth, stomach or intestine and absorbed by systemic circulation. يعني تذوب بالسواء الموجودة بالفم أو تذوب بالسواء الموجودة بالمعدة أو تذوب بالسواء الموجودة بالأمعاء بعدين ذلك راح تمتصها الدورة الدموية حتى تعطيني تأثير جهازي. هسه وصلنا للأدفانتج مال التابلت. أول شيء هي يونت دوزج فوم يعني هي موحدة. شنو معنى يعني موحدة؟ يعني أنا من أجي أزم الشريط راح أشوف كل حباية تشبه الحباية اللي بصفها والحباية اللي بصفها كلهم راح يشابهن بين نفس الجرعة دوز فوم وكلهم يشابهات بين نفس الشكل الدوائي، لذلك هنا يونت موحدات. that offer a greatest capabilities of all oral dosage form. تعطينا أكثر وحدة من هذه الطرق العطاء الفم وقدرة حتى تعطينا greatest dose precision and variability. يعني تعطينا دقة عالية بالجرعة وقدرة كبيرة حتى أقدر أني أغير بالجرعة. يعني أصنع مثلاً نفس الدواء عدة أشرطة من جرع مختلفة. cost is lowest of all oral dosage form. طبعا طرق تكلفة تصنيع التابلت هي أرخص من كل الأورال دوزج فوم. lightest and most compact of all oral dosage form. خفيفة وبما أنها هي compact معنى compact يعني مضغوطة لذلك تكون خفيفة وسهلة النقل والاستعمال. easiest and all cheapest to package and ship of oral dosage form. يعني أنا إذا أريد أنقل الحب من دولة إلى أخرى من مصنع إلى آخر هذا راح يكون رخيص ويكون سهل ما راح أخاف عنه مثلا يتكسرين أو يصير بمشكلين هم أصلا نقلهم سهل. The product identification is the simplest and cheapest requiring no additional processing step when employing an embossed or monogrammed punch face. هنا يقول بأن أنا إذا أريد أسوي شيء للشكل الدواء حتى أتعرف عليه إذا سويت شكل الدواء على شكل حب راح يكون هذا التعرف سهل وبسيط ما راح احتاج اي طرق او اي خطوات صعبة فقط راح احتاج بونش فيس. بونش فيس ترجمة الحرفية الها هو وجه مثل الوجه مضروب بوكسي اللي هو معنى بالعربي اقرب اللي هو الختم. انا قاعد اختم على وجه الحباية اخلي عليها مونوغرامد حروف كبيرة واخلي عليها امبوست رموز وبالتالي راح اقدر اتعرف عليها. easy of swelling with the least tendency for hang up above the stomach.
يعني أنا من أريد أبلع حبة راح أبلعها بشكل سهل، والاحتمالية بأن هي ممكن تشكل فوق المعدة جدا قليل، خصوصا وين كوتد. يعني أنا من راح أغلف الحباية راح أحميها من التفتت بالفم، أو أحميها من التفتت مثلا بالمريء، أو أحميها من التفتت بالمعدة. مثلا أنا أريدها تتفتت بالأمعاء، فبالتالي أنا راح أحافظ عليها، وهذا جدا جدا سهل إذا صنعتها على شكل حباية. Proved that tablet disintegration is not excessively rapid. من أسوي الكوتت يعني ما راح أخلي التفتت مالته سريع، بالعكس راح أخليه بطيء لحد ما يوصل للمكان اللي أريده توصل له، بحيث تتفتت هناك بشكل كبير. Lend themselves to certain special release profile products such as enteric or delayed release product. يعني أنا راح أقدر أتحكم راح أقدر أتحكم وأسويها هي special release profile product، يعني أسويها منتج الريليز مالته، إخراج الدواء مالته، إطلاق الدواء مالته، يكون هذا بشكل أقدر أتحكم به أنا. أما أغلفه أو أسوي delayed release أخليه مثلا تأثيره يتأخر، أو أسوي sustained release تأثير مستمر. نقطة ثمانية، better suited to large scale production than other unit oral form. يعني أنا إذا أريد مثلا أجيب دواء أصنعه بمستويات كبيرة، يعني أصنع مثلا منه 100 طن 200 طن، هذا راح يكون أسهل إلي على شكل طحين على شكل حب، مما أسويه بغير شكل دواء مثل السوائل أو أشياء ثانية، فما راح تاخذ مني حجم كبير ولا حتى التكلفة راح تكون أقل. 9، better combined properties of chemical, mechanical and microbiologic stability of all the oral form. يعني عندها صفات هواي، يعني من الاستقرار الكيميائي، الاستقرار الميكانيكي. مثلا يعني اذا اخليها مثلا مكان راح يكون تفتتها او تفاعلها الكيميائي ويا الهواء يكون قليل، او مثلا اذا اضربها بالقاع ممكن ما تتكسر قوية، او ممكن الميكروبيولوجيكال استيبلت تكون بها عالية، لان الميكروبات تحتاج مي حتى تنمو حتى تتكاثر، واحنا نعرف الحب يعني الحب هو اصلا جاف ما بقطرة مي، لذلك راح احافظ عليها من التحلل الميكروبيولوجي. هسه وصلنا للديس ادفانتج، العيوب اللي موجوده بالتابلت. اول شيء سم دراج ريزيست كونفرجن انتو دينس كومباكت. بعض الادويه من اجي اريد اضغطها حتى تسوي لي حبايه مضغوطه، ممكن بعض الاحيان راح تقاوم هذا الضغط. شنو السبب؟ owing to their amorphous nature، ممكن تكون كارهه للماء، وإذا كانت كارهة الماء تكون الرطوبة بها 0%، وأنا هذا الشيء ما مرغوب، لازم تكون بها كمية من الرطوبة حتى لو كانت قليلة، مثلا 10% 20%، حتى من أجي أضغطها راح تتماسك وحدة بالثانية. أور فلوكلنت، فلوكلنت يعني من أجي أضغطها راح تسوي لي مثل الحبيبات، مثل أعوفها أطلعها راح تتفتت تسوي لي حبيبات صغار فلوكلنت. أو لو دينسيتي كاركتر، بعض الحب اللي هو شكل البداء اللي هو عبارة عن طحين ممكن يكون كثافته جدا قليلة، يعني شيء خفيف ما أقدر ألزمه بإيدي حتى أضغطه أسوي شكل أنا أريده، بسرعة راح يتفتت، بسرعة راح يطير أو يطلع من القالب اللي أنا جاي أضغط به. 2، إدراك with poor wetting، يعني الرطوبة به جدا قليلة، هذا الشيء طبعا ما أريده. slow dissolution properties، يعني الحباية من أبلعها ما راح تسوي لي محلول بالجسم، وإذا ما سويت محلول ما راح يمتصل الجسم أبدا، لذلك هذا الشيء أيضا ما أريده. intermediate to large doses dosage، يعني مثلا إذا أكو دواء أريده أنا بجرعة كبيرة فمن أصنعها على شكل حباية راح تكون الحباية حجمها كلش كبير، وبالتالي بلعها راح يكون صعب. optimum absorption high in the gastrointestinal tract تراكت، مرات يكون اكو حب امتصاصة يعني مثاله 100% بالجي اي تي، مثلا بحالات اريد مثلا الحباية تشتغل لوكالي، اريدها مثلا تشتغل مثلا فقط بالمعدة فقط بالامعاء بشكل لوكال موضعي، هاي بهالحالة ما راح تفيدني على شكل حباية. or any combination of these features may be difficult or impossible to formulate، اي صفة من هاي الصفات او اي خليط من هاي الصفات راح يخلي هذا الدواء مستحيل او صعب تصنيعه على شكل حباية. as a tablet that will still provide adequate or full drug bioavailability، ما
ممكن حتى لو صنعتها على شكل حباية ما راح يعطيني البايو افيبيليتي اللي أنا أطلبها أو اللي أنا أريدها. ثلاثة، better tasting drug with an objectionable odor، يعني الأدوية المرة، الأدوية اللي هي رائحتها تكون يعني غير مرغوبة تماماً، or drugs that are sensitive to oxygen or atmospheric moisture، ممكن يعني الأدوية اللي هي أول ما عرفها الهواء أو عرفها الرطوبة راح تتفاعل ويا الأكسجين وتتأكسد راح تخسر موادها الفعالة. فهاي الشيء، هاي الأدوية اللي هي أشكالها يعني راح تحتاج encapsulation. شنو يعني encapsulation؟ يعني أكبسل الدواء بمادة جيلاتينية مثل إيش؟ مثل فيتامين إي، مثل أوميجا 3. طبعا هاي الانكابسوليشن غير مرغوبة لأن يعني راح تكلف المصنع فلوس كوما، وكذلك هي صعبة وخطواتها هواي. or interrupt barrier to conversion، أو مرات يعني يحتاج خطوات أكثر قبل ما أضغط الحباية if feasible or practical. يعني هالخطوات مثلا ممكن أضيف عليها طعم، ممكن أضيف عليها شيء يلغي الرائحة، or the table تابلت may require coating، أو ممكن أسوي encapsulation أو أسوي coating يعني أغلف الدواء. هنا التغليف بمادة حافظة. In such cases the capsule may offer the best and lowest cost approach. هاي الحالة من هذا التابلت راح يكلفني فلوس هواية وراح يحتاج خطوات أكثر، فراح ألجأ للكبسول، هو هذا حيكون أحسن خيار. هسه وصلنا الموضوع القبل الأخير اللي هو الصفات المثالية للتابلت المثالي. شنو الصفات اللي المصنع يريد التابلت مالته تكون هي؟ أول شيء should be an elegant product، لازم الحباية الناتجة اللي يكون شكلها elegant، شكلها متناسق وشكلها يعني متناسق. having its own identity، لازم تكون لها شكل أو تعريف خاص بها لها. while being free of defect، لازم تكون أيضا خالية من العيوب مثل الشيبس اللي هي التكسر، يعني الحباية تتكسر، cracks اللي هي الفطور بالحباية، discoloration اللي هي التلون، أو contamination اللي هو التلوث. اثنين، should have the strength to withstand، لازم تكون عندها قوة حتى تقدر تتحمل the rigor of mechanical shock، الصدمات والقوة مال التحريك مالتها الميكانيكي بالمصنع. يعني كنتها بالمصنع هي راح تدخل بأدوات ميكانيكية راح يتم تحريكها بشكل قوي، فلازم تكون تتحمل in the production، خلال عملية التصنيع، وخلال عملية الباكجينج، خلال عملية التغليف، وكذلك خلال عملية النقل من دولة إلى دولة، والدسبنسينج عملية نقلها على الصيدليات. should have the chemical and physical stability to maintain its physical attributes over time، ضروري جدا استقرار فيزيائي وكيميائي حتى تحافظ على فعاليته الفيزيائية مع مرور الوقت. ورابعا، must be able to release the medicine agent in the body in a predictable and reproducible manner، لازم أنا أتأكد إنه المريض مني بلحال الحباية الدواء راح يطلع من الحباية بشكل آني أعرفه، شكل آني متوقع، وشكل ممكن إعادته. يعني هذا الشيء جدا ضروري. خمسة، must have a suitable chemical stability over time، هسه عرفنا الفيزيكال ستابلتي، هسه لازم كيميكال ستابلتي. حتى الكيميكال هي المهمة لأن هي المادة الفعالة هي عبارة عن كيميكال. over time so as not to allow any alteration of the medicine agent، حتى أمنع أي تغير بالمادة الطبية الموجودة عندي. هسه وصلنا للمراحل اللي أصنع بها التابلت. أول شيء لازم نعرف بأن الدواء من أجيبه راح أجيبه على شكل طحين، من أخلي عليه الإكسيبيانت وأبقى أفور بي أحركة راح يتكون البارتيكل اللي هي الحبيبات. فالتابلت أنا شو أسوي بيه؟ أسوي دايركتينج بارتيكل، أجيب الحبيبات أوجههن حتى أخليهن كلوز، أقرب وحدة من الثانية باي باودر كونفرجن. يعني من أنا راح أضغط الباودر راح أقربهم وحدة من الثانية، فراح أحصل الكومباكت. الكومباكت هسه نعرفه هو شنو؟ ذا بارتيكل كوهير. شنو معنى كوهير؟ يعني تلتصق، راح تلتصق ببعضها البعض فتكون بورس سوليد سبيسمن. سبيسمن يعني عينة صلبة مسامية of defined
جيومتري يعني بشكل هندسي معروف أني أحدده. وشون أحدده؟ أحدده من خلال القالب اللي أنا راح أضغط به الحباية. The conversion occur in a die by the action of two punches. يعني الضغط راح يصير بقالب، راح أجيب راح أستخدم الداي اللي هو القالب. القالب من متكون؟ متكون من two punch. punch بالعربي معناها مثل البوكس، بس هو بالحقيقة مثل المطرقة. فراح يجي مثل المطرقة من فوق المطرقة من جوا، فراح تحدد لي شكل البارتكل اللي أنا قاعد أضغطهم، فراح يطلع لي الحباية. The upper and the lower punch is the source of the applied force. ممكن يجي بالامتحان يقول شنو applied force، شنو القوة المسلطة على الباودر حتى سوت لي تابلت؟ مين اجت؟ اجت من upper and the lower punch. Powder conversion is the reduction in the volume of powder owing to the application of force. تعريف الباودر conversion يكون يجي فراغ، هو تقليل حجم الباودر لين سلطت عليه ضغط. يعني شوف، يعني حتى الطحين عادي من اجي اضغط عليه راح يقل حجم مالته. Bonds are formed between particles which provide coherence to the powder and compact is formed. من اجي اضغط اني راح يتكونني اواصل بين هاي البارتكل، فراح تخلي الحباية متماسكة. Compaction، تعريف الكومباكشن الشكل المضغوط، هو تكوين solid specimen عينة صلبة بديفايند جيومتري بشكل هندسي معروف بسبب الكومبرشن، بسبب عملية الضغط. هسه وصلنا لمراحل تكوين التابلت. شلون راح يتكون التابلت بالجهاز؟ اول شيء راح اسوي الدايفلينج، اجيب القالب اللي هو اي شكل كان، دائري قرصي حسب الشكل اللي المصنع يريده. باي ذا افكت اوف جرافيتيشنال فلو، من خلال تاثير التدفق مال الجاذبيه راح اجيب الباودر وراح اصبه بالهوبر. طبعا الهوبر هو الفم مال الجهاز، مال الجهاز تصنيع الحبوب. يعني من راح اصب الباودر بالهوبر راح يمشي يمشي حسب تاثير الجاذبيه وراح يوصل للداي، الداي اللي هو القالب. زين القالب انا شنو شكل القالب؟ هنا راح يكون هو قالب عادي جوا اللور بانش وفوقه الابر بانش. راح اجيب اللور بانش فاصعدها شويه حتى توصل للقالب، وراح املي القالب اللي هو ساندة من جوا اللور بانش، راح امليه بالباودر اللي هو الدواء. فراح املي القالب اللي ساندة من جوا اللور بانش. فمن راح يملي القالب بالباودر راح اجيب الابر بانش اخليه ينزل بحيث يضغط الباودر يضغطه، فراح الباودر يضغط بين الابر بانش واللور بانش، فراح يتكون الحباية. ورا ما يتكون الحباية راح اخلي الابر بانش يصعد حتى تطلع الحباية، وراح ارفع اللور بانش وراح اخلي اللور بانش يرتفع حتى يرفع الحباية من القالب ويطلعها اللي برا حتى انا اقدر اخذها واسحبها. هسه ثاني شيء وهذا صراحة قلته راح اعيده مرة ثانية. تابلت فورميشن، ذا ابر بانش ديسنت، يعني راح ينزل. اد انتر ذا داي، راح يدخل بالقالب اللي هو مملي بالباودر. ذا باودر كومبرست اند ذا تابلت فورم، راح تنضغط الباودر وتكوني التابلت. ذا لور بانش كان بي ستيشنري، يعني ثابت او ممكن ان احركه اللي فوق، يعني اخليه يصعد ويا الابر بانش. ذن ذا ابر بانش ليف ذا باودر، ثم بعدين الابر بانش راح يصعد وراح يعوف الباودر. هسه ثالث شيء التابلت ايجكشن، شلون راح اطلع التابلت من الداي؟ The lower punch rises until its tip reaches the level of the top of the die. يعني راح ارفع اللور بانش، راح ارفع لحد ما الحافة مالته الفوقانية راح توصل الحافة الفوقانية مال القالب. هالحالة التابلت راح يكون طالع، فراح اقدر اسحب التابلت بكل سهولة. وهي هاي نهاية المحاضرة الأولى.